وقد أعربت حركة التحرير الفلسطينية عن رفضها واستنكارها وإدانتها للتصويت الذي جرى من قبل أعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود. وأكدت الحركة في بيانها أن دولة الاحتلال بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمثل نسفا لكل الاتفاقات الموقعة واستفزازا لا يمكن السكوت عنه، كما أنه يشكل انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح جماح الاستهتار والجنون القادم من دولة الاحتلال.